واحتفل طلاب وطالبات مدرسة واحة اليمن الأهلية بتخرجهم في ظل ظروف صعبة خلفها العدوان السعودي الغاشم. طلاب وطالبات يحتفلون بتخرجهم من الثانوية العامة في مدارس واحة اليمن الأهلية رغم الظروف العصيبة والوضع المأساوي الذي يعيشه الوطن جراء العدوان والحصار. كي نثبت للآخر ونثبت للعالم جميعا أن نحن صامتون، وأن الشعب اليمني سيقيم أفراحه وستستمر العملية التعليمية بكل عزم وبكل حزم وبكل أداء، وأن الجيل هذا هو من سيحقق الانتصارات القادمة على مدى الأزمان. ونهدي الحبل هذا مننا ومن أبنائنا إلى قيادتنا العليا وللزعيم علي عبد الله صالح خاصة. نحتفل بتخرجنا من الثانوية العامة رغم كل اللي حاصل في بلادنا، رغم الآلام رغم الجروح، وسنظل صامتين لآخر قطرة دم فينا. الاحتفال بتخرج الطلاب مستمر دليل آخر على كفاح وإصرار الطالب اليمني وقدرته على قهر الظروف والتغلب على مصاعب الحياة في صورة من صور الصمود. نحتفل طلاب واحة اليمن بالثانوية العامة رغم ألمنا، رغم الحصار، رغم الطيارات، رغم ما بيحصل في بلادنا والحصار الذي يؤلم جدا، لكن مع ذلك صامتون إلى آخر قطرة دم لنا. نفتخر فيه بتخرج أبنائنا الطلاب من الثانوية العامة بفرحة غامرة لا توصف، وإن شاء الله يوفقهم ربي في المستقبل وفي حياتهم وفي كل شيء. أول حفلة لا يعتبر حفلة انطلاقية لمدارس واحة اليمن الأهلية، وهي أول دفعة نحتفل بها، وأشكر كل من شارك وساهم معنا في هذا الحفل. أولياء الأمور أبدوا ارتياحهم لنجاح أبنائهم الذين سيحملون على عواتقهم المساهمة في بناء ما دمره العدوان الغاشم من خلال انتقالهم إلى ميدان العمل وعكس ما اكتسبوه على الواقع العملي. محمد العنتري، اليمن اليوم.